السلام عليكم، عيدكم مبارك وسعيد، ينعاد عليكم بالصحة والهنا والبركة يا رب. إن شاء الله رانا ذبحنا الحمد لله. درت الروتين تاع العيد العام اللي فات، غادي نعاودها لكم. أستيس تاع البوز اللوف ما تشوطوش تمتم، هوا فوالا راه قلعه للزوج تاعي. شديو لازم تشمخوه مليح مليح، لازم يتشلل، لازم كاع الصوف تاعه تتشمخ. غادي نقلع على هاد الحنة اللي تهلها البارح، نشلها مليح مليح من الدموم تاعه، وتخلوه يكتر يكتر مليح مليح. كي تكملوا كاع الدواره والغسيل الكرشه تاعكم يكون قاطر مليح، ويكون عاد تبدو تشوطوا فيه. علاش؟ باش ما يطلق لكمش الشياط، وباش يتشوط لكم بالخف. والاخوات اللي عندها الزوج تاعها يعرف كاش نجار ولا، يجيب لها شويه تاع النجاره غير تشمخوه وتقطروه شويه وتدخلوه في هذيك النجاره واحد الساعه ولا نص ساعه. قد ما تكملوا كاع صوالحاتكم تفدوا صوالحكم، كي تجوا تشوطوا يتشوط بالخف مع هذيك النجاره، تعاونكم مليح مليح في الـ في الـ في التشواط. فوالا ها هي انا غادي اكرمكم الله من هذا الدمومات وكاع، غادي نشلها مليح مليح ونديرها يكتر من بعد نشوطها. هاو شوفوا، قلع لي الغرنوق وقلع لي الدواره، قلع لي كلشي مع بعض. غادي دروك اش راح نديروا؟ هذه الشحمه راهي عاد حاميه، ما لازمش تفزروها ولا الخل، لازم تتبعوها غير بالعقل عليكم. غادي نبدا نقلع فيها غير بالعقل بالعقل، نملحوها وننشروها. بسم الله يا ربي بديت. غادي نبدا نساعف فيها، فوالا مادامها حاميه ما تخلوش الحيه تبرد. هاني قلعتها كومبليت، قعدت غير نتبع فيها هكا ما تتقطع لي ما والو، خاطرش الزوج تاعي يبغيها كومبليت باش من بعد نوريكم كيفاش يلويها ويقطعها للملفوف بلا ما يقعد يتعب عليها بلا ما والو. راكم تشوفوا فيها راهي كبيره، شاني جبت كميه تاع ملح وننشروها. فوالا غادي ننشرها ان شاء الله، ماشي حتى تيبس لكم تولي لكم يابسه، تقعد لكم طريه. هنا الدواره تاعي راني صفيت الكبده، شللتها هي القلب الكلاوي، الشحمه تاع الكلاوي تاني لازم تقلعوها باش ديروا بها مشحمه، ولا نداوها بالتوابل ان شاء الله من بعد. هاي الكرشه كبيره غادي نخويها في الساشي، وهادو تاني غادي نخويهم من بعد باللمبوط تغسلوهم وتعاودوهم. نشرناه وقعد طري مع هذاك الملح، ما تخلوش حتى يبس لكم. هذه هي لاستيس تاع الزوج تاعي، حنا ما كاش لي شوينا في الدار، هو اللي يشوي. فوالا ترولوه ترولوه حتى اللي تكملوا. طاسي على الخدمه علاش يطيح. وهذه لها فيها الدم غادي يقلع حيقيسها. فوالا رولاه كاع رولاه باش كي يخدم البولفاف ولا الملفوف يقطعه، دو سورت كو يجيه مستطيلات طوال غير لوي ويقطعه، ما فيهاش كاع خدمه ولا تعب. فوالا ها هو غادي يبدا يقطعه، هذا كاع الرولو غادي كي يقطعهم غادي يجيه مستطيلات، باش كل ما يحط حبه تاع بولفاف ولا كيما نقولو حنايا الملفوف يجيه ساهل، خير ما تقعد محلوله وتقعدو تقطعو وتقعدو. فوالا سمح لي شويه دقيقه، كي تبدو تحلو فيها ها هي لا تلو الكاري تاع الكبده وتلوه. ها ولا ولدي كبار ولا راجل راهي شوي لنا انا بغيز انا بغيز صح اخدم. دائما يطيبوا على النار كي تكون طافيه، غير على لابغيز ما تشعل النار، ما دير دخان، ما تنحرقوا من عينيكم موال. ها هو راجلي اليوم خلى ولدي يطيب. نعاود لكم كل عام نتوما بخير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا عليكم وعلى عائلاتكم ان شاء الله، ولي ما كتبلهش ربي وراه بعيد على دارهم وبعيد على العائله تاعه، الله يلاقيكم ان شاء الله في الطيب والهنا يا ربي ان شاء الله. دروك راني مع المصارين والكرشه، خويتهم مليح مليح ونقيتهم، درت لهم اللمبوط وعاود شللتهم مليح مليح، وعاود قعدت نشلل فيهم شعار من خطره من الداخل طاقع عليهم اللمبوط بالماء،
ودروك شني هديتهم اللي درتهم غير في الماء تاع السباله والخل درت لهم كتريات الخل بزاف كاس كبير تاع الليموناد اللي حطيت هنايا تاع الخل مع الماء راكم تشوفوا هذه ثاني كاني غسلتها مليح مليح معاهم وراني حاطتهم يترقدوا كما نقولوا حنايا في الخل هذه واحد النص ساعه وانا حاطتهم الريه ثاني كراني غسلتها مليح مليح وعمرتها ما شفتها بلي راهي صحيحه دائما كاكو بعدنا على الريه دائما نشوفوها راهي صحيحه ولا لا راني حاطتها ثاني هي في كاس تاع الخل ودروك غادي نفوتوا للكرشه تاعنا نقيتها خويتها شللتها كرتها قلعت لها كاع هذوك الشوائب من الداخل ها هما لا شوفوا شحال قلعت ودروك مع هذه اللي يقولوا عليها طلقت العرايس راني نقيتها مليح مليح داكشي راح ندير لها غادي نطلق عليها الماء طابخ نخليها واحد الخمس دقائق ونكرطها بالخدمي شاهو ما كان حتى سر شاهو السر غير في التكرار والله الكرشه جديده ما راهيش قديمه بالخف غادي تساعفكم ما كان لا استيس لا والو نستعملوا لي ميثود تاع بكري والخدمي يكون جديد هذا ما كان هذا اللي شيتها البارح راه ساعدني بزاف بزاف بصح فيت اتونسيون الخدامه راه شرطوني الخدامه بالقوه الزوج تاعي راه مد الخدامه وقعدت نخدمو بالزربه انا وولدي شرطنا رواحنا من كل جهه وطريق نكرطها ان شاء الله وراني دايره كوكو تاع معمره تاع الماء يغلي غادي كي نكرط هذه نخليها تانيك في الماء والخل بعد ما نشري لها شحال من خطره وغادي نصفي هادو في الكسكاس ونديرهم يغلو مع حبه بصل وواحد رند وشويه ملح صفيت المصارين تاوعي قطعتهم خليتهم حتى دفاو مليح مليح ماشي باردين باردين وراني قطعتهم شوفوا هاي الريه منا ورا صبعي الريه المصارين الشحمه شويه تاع الشحمه اللي دايره الشحمه هذاك المصران الكبير هذاك درته كلشي راه هنايا كلشي راني حاطته قطعتهم رقيق رقيق راكم تشوفوا قطعتهم رقيق رقيق صراحه عييت اليوم عيا ومع قطعت روحي بزاف بالخدمي ما نجمتش هايا الدواره تاعي العصبان تاعي بليتو وقطعت المعدنوس الروز تاع بسماتي ما غاديش نكثر الروز خاطرش علاش البكبوكه ولا كيما نقولوا حنايا العصبان ما لازمش يجي فيه الروز غالب لازم تكون الروز غير كميه صغيره ما غاديش نغليه خاطرش علاش ما غاديش نعمر الجيوبه تاع الكرشه تاعي بزاف وغادي نديرهم غير في مرقات خفاف غير بالحمص علاش ما غاديش نطيبه باش كيطيب يطيب نيشان مع العصبان تاعي وينتفخ نيشان وشويه تاع الثوم قرطته ما ربيتهش راكو عارفين العيا والتعب قعدت غير نكمل فيت فيت والحبه تاع بصل حمراء كبيره التوابل شنو راني حاطه الملح الفلفل الاسود الفلفل الاحمر سكينجبير زعفران مغرف على راس المغرف ماشي مغرف صغيره على راس المغرف الصغيره قرفه الكركم وشويه فلفله حمراء حار ما نديروش الكمون وهاي الكرشه تاعي نقيتها وصفيتها مليح مليح وغادي نبدا نعمر الجيوبه تاعي تاع العصبان وكرشه حاجه انايا ما يعني نحترم كل الاراء كاين اللي كرتها وكاين اللي ما كرتهاش وكل الواحد وشي يبغي في داره انا حنايا من يعني دائما كرتوها راني كرتها امامكم فوالا نكمل العصبان تاعي هذا هو نهارنا فات الحمد لله يا ربي على كل شيء الحمد لله